في حادث أثار اهتمام كتير من المصريين في الساعات اللي فاتت، وهو حادث اختطاف الطفل هشام سامي من أمام منزله في مدينة الشروق، وبعدين تلقى جد الطفل مكالمة هاتفية بتطلب منه أنه يحول 2.5 مليون جنيه بالدولار على حسابات خارجية، يعني ما يعادل 2.5 مليون جنيه لكن بالدولار على حسابات خارجية مقابل الإفراج عن الطفل. وده اللي فعلا عملته أسرة الطفل، حولت مبلغ مالي بالفعل للخاطفين، لكن بعد كده نجحت قوات الشرطة في القبض على الخاطفين وإعادة المبلغ المالي. الحمد لله يعني إن الموضوع عدى على خير وبسرعة، وهشام رجع لحضن أسرته بخير، وكمان الفلوس رجعت، ومن قام بهذا العمل تم القبض عليه يعني وسيلقى جزاءه. لكن ده فتح الكلام مرة ثانية عن قصة خطف الأطفال، خصوصا اكيد كلنا متابعين والاسر والاهالي بصفه عامه، انه بيدور حواليها كلام كتير جدا، ما تعرفش ايه الحقيقي منه وايه المفتعل وايه المختلق وايه اللي بجد. لكن في كل الاحوال الكلام عن خطف الاطفال تحديدا طول الوقت بيسبب فزع بين الاسر واحساس بعدم الامان على اولادهم، خصوصا لما يقترن بده ويضاف لده الكلام على انهم بيتم خطفهم علشان تجاره اعضاء او ما الى ذلك. ده بيثير قلق كبير جدا عند كل اولياء الامور. انضم الينا عبر الهاتف الاستاذ احمد مصلحي رئيس شبكه الدفاع عن الاطفال. استاذ احمد برحب بيك. استاذ احمد، طيب في خلل في الاتصال لحد ما يرجع لنا الاستاذ احمد مصلحي. احنا كنا بنتكلم على الاشاعات او الشائعات ودورها، انه في طبعا حوادث خطف اطفال اخرها من كام ساعه، يعني احنا بنتكلم على حاله الطفل، طفل الشروق كانت من كام ساعه، في خطف مقابل فديه، وفي خطف بيتم لأغراض أخرى، وفي تقارير اتكلمت عن الموضوع ده، وفي حاجات مثبتة، لكن أيضا في شائعات بتحرك، ولما تضيف ده على ده الحقيقي على المختلق اللي بجد على المحرف، بتلاقي في المجمل الناس عندها قلق. إزاي تحمي أطفالها؟ إزاي؟ ما هو مش معقول همشي حارس على كل طفل، يعني ده مش منطقي. إزاي أضمن؟ إزاي أعمل منظومة تخليني آمن على أطفالي؟ خليني ارجع للاستاذ احمد مصلحي اللي رجع لنا عبر الهاتف. استاذ احمد برحب بيك. اهلا وسهلا بيك. يمكن في التقديمه كنا بنقول انه في كلام كتير قوي عن الخطف، بعضه صحيح بعضه مختلق، لكن في كل الاحوال بيثير قلق اولياء الامور. من خلال متابعه حضرتك، الى اي مدى خطف الاطفال في مصر نقدر نسميه ظاهره؟ هل هو في عدد كبير من الاطفال بيتم خطفهم وحوادث كتير مشابهه من النوع ده لدرجة ان احنا نسميها ظاهرة، ولا الموضوع حالات فردية؟ خليني ابدأ معاك بان احنا بنفقد وجود بعض البيانات حقيقية. بعض البيانات دي لنا كم عدد طفل بيتم اختطافه في السنة او في الشهر او في 3 شهور، انما لا اقدر اكده لتعداد جميعا ان هناك زيادة في عدد خطف الاطفال في مصر. هناك اسباب كتيرة جدا للخطف، ممكن خطف من اجل التسول بالاطفال، من طبعا بيتخطف طفل من محافظه ويتم التسول فيه في محافظه اخرى. عندنا خطف طفل من اجل الفديه، طلب فديه. عندنا خطف طفل من اجل التعدي الجنسي. عندنا خطف اطفال من اجل الاتجار بالاطفال، اذا كان بيع الطفل نفسه او الاتجار باعضائه. والحقيقه ده موجود، وفي قضايا كثيرة جدا في الفترة اللي فاتت ومنتشرة. وأنا بصفتي مسؤول عن هيئة الدفاع عن الأطفال، الحقيقة في عدد كبير جدا من القضايا اللي بنحاول نرجع حقوق طفل المختطف لأهله لأسرته، إنما عندنا أطفال كبيرة جدا مفقودة مش عارفين بعد خطفها راحت فين وراحت في أي مكان. عندنا الحقيقة أسر كثيرة جدا ومتعددة تبكي يوميا وتصرخ ألما على اختطاف أطفالهم ومش عارفين الأطفال دي فين. الحقيقة هناك زيادة مرعبة خاصة الأطفال، وطبعا الأسر مرعوبة لانتشار، يعني احنا كده لابد ان احنا نقول عليها ظاهرة، لان الحقيقة انتشرت بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت وخاصة في آخر 5 سنوات. طب هل في آلية نقدر نحصر بيها العدد، عدد الأطفال اللي بيتم اختطافهم، عدد البلاغات اللي بتتقدم باختطاف او اختفاء اطفال؟ يعني هل في آلية تخلينا نقول في كذا طفل مختطف مثلا في 2017، حاجه بالشكل ده؟ انا اقدر اقول لحضرتك في 2015، في نهايه 2015 صدر تقرير من وزاره الداخليه المصريه. هذا تقرير صادر لمجلس الدوله، بيطلب التقرير من وزاره الداخليه، تطلب تقليل العقوبه خطف الاطفال نظرا لانتشار هذه الظاهره ووجود حوالي 412 حاله خطف
في خلال سنة 2015. لا رقم لا لا العدد تاني استاذ احمد، لانه الصوت مش واضح. استاذ احمد 16 طفل، 412 طفل، 412 412 في 2015 في 2015 الحقيقه العدد زاد طبعا في 2016 و17. انما اللي عايز اوصله لحضرتك ده الرقم الوحيد اللي نقدر نتوقف عنده. انما اجابه لسؤال حضرتك، المفروض طبعا ان وزاره الداخليه يكون عندها حصر بعدد القضايا او عدد المحاضر التي حررت لخطف الاطفال وكمان تصنيفها، يعني مثلا خطف الاطفال من اجل طلب فديه وعددهم قد ايه وهكذا، خطف الاطفال وهي مفروض مش شايفين اطفال فيه، ودي برضه لازم يكون وزاره الداخليه يكون عندها حصر بهؤلاء الاطفال، ولازم كمان يكون هناك قاعده بيانات واضحه في وزاره التضامن الاجتماعي لعدد الاطفال اللي تم العثور عليهم وايداعهم دور الايتام دور الرعايه، ودي برضه خطوه مهمه جدا لازم نعرف. ولازم نحدد حجم المشكله دي عشان نقدر نحط لها مشروع لتوقفها فورا. الحقيقه حضرتك انا سامعك بتقول هناك لابد من ان يكون هناك منظومه. منظومه يعني كل الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كله يشتغل في منظومه واحده لوقف مثل هذه الجرائم على اطفالنا. الحقيقه لان الخطف هي من اشرف الجرائم اللي بتتم على اطفالنا وخصوصا في الفتره اللي فاتت. طيب بمناسبه المنظومه بقى، يعني حضرتك رئيس شبكه للدفاع عن الاطفال، فالسؤال ازاي احمي الاطفال؟ لانه مش منطقي او اي حد بيسمعنا مش هيشوف منطقي ان انا همشي عسكري ورا كل طفل، اكيد في حاجه تتعمل غير الاجراء الامني تحمي الاطفال، من بينها انه لما يحصل حاله اختطاف يحصل تحرك سريع ويحصل قبض على المتهمين ويحاسبوا ويتم تشديد العقوبه عليهم، فبالتالي يكون ده رادع لغيرهم. ده بيحصل الى اي مدى؟ يعني ايه غير الردع اللي ممكن يوقف ظاهره زي ما حضرتك اسميتها اختطاف الاطفال؟ تمام، خليني اقول لحضرتك القانون الطفل المصري وهو من القوانين المتطوره في العالم الحقيقه حاط اليه رائعه لحمايه الاطفال من الخطف، والحقيقه حمايه الاطفال من كل المساوئ اللي ممكن الاطفال يتعرضوا. الاليه دي وجود لجنه عامه في كل محافظه راسها المحافظ لحمايه الطفل مهما كان بقى الحمايه دي، من ضمنها الخطف. اللجنه دي لجنه عامه وفرعيه تنبثق منها داخل كل قسم وكل مركز. اللجنه مكونه من المحافظ رئيس، ثم مدير مديريه التضامن الاجتماعي، مدير مديريه التعليم، مدير مديريه الصحه والداخليه، مدير الامن، وكمان وزاره العدل، مدير المديريه في وزاره العدل في المحافظه. دول معاهم مسؤول من منظمات المجتمع المدني الناشطه، دول هدفهم الرئيسي هو حمايه الطفل. هدفهم الرئيسي لو تعرض طفل للخطف فورا اللجنه دي اسرع من قسم الشرطه بالتوصل فورا للاسره والتوصل فورا للاماكن اللي ممكن الطفل يتواصل فيها وممكن يتم الخطف فيها زي المدرسه مثلا، عشان كده من ضمنها مديريه الصحه التعليم، او ممكن يكون في احد الاماكن حصل له اصابه فدخل المستشفى، وبالتالي لازم كل هذه المنظومه تشتغل في اللجنه، اللجنه دي تنزل بشكل فعال تحمي الاطفال من الخطف وتوصلها فورا. لو افترضنا ان طفل مخطوف للفديه فورا الاسم هيقول ادوني فرصه 24 ساعه او 48 ساعه اتاكد من خطف الطفل. الحقيقه التراخي ده ممكن يخلي الطفل موجود في بلد ثاني خالص. يعني 24 ساعه معناها ان في اقصى الكره الارضيه ممكن يسافر. عشان كده احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول اللجنه دي دورها اهم، وطبعا ما نقدرش نقول لقسم الشرطه انت كده بتتاخر، عشان هناك فعلا اطفال بتفقد بتبقى تايهه بتفقد طريقها وتضم الطريق وممكن ترجع مره ثانيه. مش بالضروره تكون مخطوفه، كده الاسم بيبقى عندي مش بالضروره تكون مخطوفه، يعني ممكن تكون تايهه، ممكن تكون تعرضت لحادث ونقلت الى مستشفى يعني ومتعذر الوصول الى اسرهم، وده يخلينا ايوه بالظبط. يعني ازاي اعمل كونتاكت او اعمل تواصل بين سواء وزاره الداخليه وزاره الصحه ومنظمات المجتمع المدني اللي شغاله على ملف الاطفال، ازاي اعمل المنظومه دي؟ لازم بقى هنا يعني دي مش لجنه انا فاهم قصدي حضرتك ان احنا نعمل لجنه مشكله، لكن احنا زهقنا الجان فكره اللجنه ان احنا نعمل لجنه وخلاص. مش فكره حضرتك
لا دي مش فكره، دي مش فكره، دي قانون بيقول كده. احنا على الحقيقه وزاره التنميه المحليه وعلى المجلس القومي للتطوير الأمومي يقوموا بدورهم بشكل فعال في تشكيل هذه اللجنه ومتابعه عملها بشكل دوري. دي مش فكره ولا دي لجنه احنا بنديها بنديها على طول خاصيه فاللجنه مش هتقوم بعملها، عايز تفسد عمل دي اللجنه. لا مش ده المقصود خالص. المقصود هنا دي لجنه منصوص عليها قانون، لو شكلت وقامت بدورها بشكل فعال هنحمي الاطفال من الخط، او على الاقل هنحمي جزء كبير منهم. طيب اللجنه يمكن في يناير اللي فات تحديدا كان في كلام في البرلمان عن ضروره العمل على تغليظ عقوبات خطف الاطفال الى السجن المؤبد والاعدام، لانهم شايفين العقوبات غير كافيه. من وجهه نظر حضرتك، هل العقوبات السابقه على جرائم خطف الاطفال يعني فيها تراخي شويه، مش راضعه كما يكفي، فبالتالي مش بتكون ما بتحققش الردع الكافي للي بيفكر يخطف؟ بس خليني اقول رقم واحد، انا ليست تغليظ العقوبه، ليست العقوبه هي المانع من الجريمه، ودي طبعا ده مبدا لازم نتفق عليه، يعني مش لما نغلط فورا الجريمه هتقل، لا طبعا لازم نقضي على اسباب الجريمه، ده رقم واحد. رقم اثنين، الحقيقه كانت العقوبات ضعيفه وبعد تغليظها اعتقد انها ضعيفه ايضا، لان الحقيقه في 2017 تم تغليظ العقوبه على خطف الاطفال من اجل تعدد جنسي او من اجل طلب فدي، ودي تغلظت العقوبه كبرت بعد ما كانت 7 سنوات في الماضي او ممكن تصل لاشغال الشقه المؤبده، الا اذا طبعا الطفل تم اظهار روحه، يبقى هنا احنا دخلنا في قضيه ثانيه اللي هي عقوبتها تصل لاعدام القتل يعني، لانها تطورت الى 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 ما هو دون الخاص وصلت لجريمه اخرى اللي هي القتل او الاصابه بشيء ما. اذا كان الطفل طبعا اودي بحياته، انما لو الطفل عايش الجريمه اقصاها هنا المؤبد، اسف المؤقت اللي هو 15 سنه سجن لمده 15 سنه، ده تم تغليظه. انما احنا بنقول لما يتم خطف طفل ويتم التعدي عليه جنسيا مفيش ما مقر من حكم الاعدام، وده ما حصلش الحقيقه في التغليظ اللي فات. انما اللي عايز اوصله لحضرتك وده الاكيد الناس كلها لازم تعرفه، ان لو المنظومه دي اشتغلت بشكل المنظومه اللي حضرتك بتتكلم فيه، كل العناصر كلها اشتركت، اعتقد ان هنحمي الطفل من مشكلات اجتماعيه كتير، لان مشكلات الاطفال دايما مرتبطه ببعضها. يعني احيانا طفل بيهرب ويتعرض للخطف بعد الهرب، بيهرب عشان متسرب من التعليم او بيهرب نتيجه الفقر، فبالتالي بيتعرض للخطف وهو موجود في الشارع من عضلات منظمه والاطفال بتاخده تهربه. وده اللي خلانا نشوف اطفال مصريه كتير جدا بتشتغل في شوارع روما مثلا في تجاره المخدرات او في تجاره الدعاره، وده تقرير رسمي صدر من سي ان ان في 8/2016، وكان واضح جدا من زياده عدد الاطفال اللي موجوده. ده ليه؟ لان هناك حفاظات منظمه الحقيقه اشتغلت على خطف الاطفال في مصر، سواء اذا كانوا الاطفال اللي في العشوائيات او الاطفال الشاغره دول اكثر عرضه للخطف، او الاطفال اللي بتهجد هنا او تسربت من التعليم، تسربت من بيتها نتيجه الفقر الشديد، فممكن الطفل يهرب وهكذا، يعني نتيجه التفكك الاسري وهكذا. عشان كده عايزين ناكد ان لازم المنظومه تشتغل، وده كلامك اللي بدات فيه في الاول وانا مصمم عليه في الثاني، ان انا ده لازم نفعل القوانين المصريه النهارده. القوانين لو اتفعلت بشكل جيد الحقيقه هنلاقي حمايه الطفل اكبر، والتفعيل ده رقم واحد في المجلس القومي للطفوله الامومه. انت تخيل ان المجلس القومي للطفوله الامومه وهو وقف التصوير بهذا هو يتبع الان وزاره الصحه. يعني اللي بيحمي الاطفال من الخطف اللي دخله تحت وزاره الصحه، اللي بيتابع وزاره الصحه لو المستشفيات اخطات في حق الاطفال ازاي هيتابعها وهو تابعها؟ يعني انا مش فاهم ازاي المجلس ده مستقل، ازاي يتبع وزاره الصحه؟ ده برضه سؤال بيخلينا نشوف هذا المجلس وهذا الكيان الكبير اللي هو وفق الدستور يعبر عن الدوله في حمايه الطفل تابع لوزاره الصحه، ازاي هيقوم بدوره؟ الحقيقه في شويه بخصوص حمايه الطفل في شويه حاجات محتاجه ده انا كنت هاخد حضرتك لما هو اوسع استاذ احمد، لانه الكلام عن اختطاف الاطفال هو جزء من كل، في احنا عندنا المنظومه التشريعيه بالضبط. او الطريقه اللي بيتم التعامل بيها مع قضايا الاطفال اكيد انها مش كافيه، احنا عندنا قضايا زي التسرب من التعليم، زي اطفال الشوارع، زي الاعتداء على الاطفال داخل اسرهم اللي هو بيدفعهم بعد كده للهرب ثم بالضبط. للاختطاف او عماله الاطفال
وان هم بيلحقوا باعمال مش مناسبه لسنهم وبيترتب عليها بعد ذلك جرائم اخرى. عندنا منظومه كامله متعلقه بالتشريعات الخاصه بالاطفال افتكر انها محتاجه الى اعاده نظر، رغم ان احنا عندنا مجالس كتير في الحقيقه، يعني عندنا اسماء ولافتات كتيره جدا وخط نجده الطفل والمجلس القومي لامور الطفوله وغيرها من بالظبط. الاسماء واللافتات، لكن على الارض الله الموضوع مختلف. بالظبط بالظبط. احنا محتاجين الحقيقه المجتمع المدني والخبراء في المجالات المختلفه وخاصه في الطفل ان هو يتولى القياده في الفتره اللي جايه، ولازم تغيير دماء ودينامو جديد يتحرك بشكل جيد عشان نشوف اداء اسرع وافضل. احنا اطفالنا ما فيش اغلى من الاطفال في الدنيا، الاطفال هم المستقبل هم الحياه. لما احنا ما نهتمش باطفالنا ازاي عايزين مستقبل افضل؟ ازاي عايزين اقتصاد افضل؟ صحيح لازم اطفالنا هنا يبقوا اسوياء، لازم مصر تطلع الاولى في الضراء والاولى في حوادث الطرق، وده نتيجه عدم الاهتمام بالاطفال. يعني الحقيقه احنا محتاجين لما حضرتك بتقول اعاده نظر في كل منظومه الطفل، انما التشريعات انا شايف ان التشريعات هي المرحله الثانيه، لان التشريعات في مصر الحقيقه يعني اشتغل عليها يعني اساتذه افاضل الحقيقه وصلوا لنتائج مذهله في حمايه الطفل. قانون الطفل المصري قانون رائع جدا، قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بحمايه الطفل قانون اقدر اقول ان هو متطور، انما لو اشتغلنا على التشريعات دي بس هنقدر نعمل بخبراء ناشطين هنقدر نعمل شغل كويس جدا في مصر. انما لو اشتغلنا بتشريعات دي بنفس المنظومه الروتينيه البطيئه عمرنا ما هنوصل لاي حاجه، بالعكس هنتاخر في حمايه الطفل. وزي ما كل التقارير الدوليه اللي في العالم قالت ان مصر متاخره في حمايه الطفل المصري، الحقيقه هنفضل متاخرين لو ما تمش التسريع والسرعه في الاداء نحو حمايه الاطفال. نتمنى ان الحوادث من هذا النوع تكون جرس انذار كده تلتقطه الدوله واجهزتها وتبدا ان هي تحس بالخطر وتحس ان في مشكله محتاجه تعالج. بشكرك شكرا جزيلا احمد مصلحي رئيس شبكه الدفاع عن الاطفال، شكرا جزيلا. خلونا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقرات برنامجنا، خليكم معانا.